مساء الخير على حضراتكم متابعين الكرام متابعي موقع عين مصر في كل مكان. اهلا وسهلا بكم من محافظة البحيرة. يعتبر يعني خشب البامبو من الصناعات القديمة جدا اللي طبعا بيتوارثها الاجيال، يعني منذ اكثر او صناعة البامبو موجودة منذ اكثر من 70 سنة. طبعا ديت يعني خشب البامبو او كراسي البامبو كانت بتستعمل للقصور والأمراء، وأيضا بتستعمل حاليا في المناطق الساحلية. طبعا هنتعرف معاكم على صناعة البامبو ازاي والمراحل اللي بتمر بيها. موقع مصر طبعا النهارده طبعا زي ما احنا شايفين صناعه البامبو من الصناعات القديمه جدا. في البدايه عايز اقول لك انت بقالك قد ايه شغال في الصناعه؟ انا فتح المصنع هنا بقالي 15 سنة، وقبل ما افتح المصنع كنت اتعلمتها في القاهره واسكندريه، يعني بقالي 25 سنة. مين اللي حببك في المجال ده؟ اللي حبيبني في المجال ده اللي انا عندي اولاد عمي هم اللي كانوا متعلمينها في اسكندريه، فروحت معاهم وتعلمتها وجيت هنا فتحت ايه حبيت ايه اتطور من نفسي شويه فتحت المصنع هنا. تمام. كان في حد في مثلا اب كان شغال فيها؟ لا، اولاد عمي. كان في حد يعني؟ لا. قول لي بقى، يعني صناعه البامبو دي اكتر من 70 سنه موجوده في مصر. مظبوط. صناعة معمرة عشان طبعا في اجيال كرسي يعيش له 50-60 سنة، كرسي يعيش، هو كرسي ممكن يتعمل له سنة خفيفة ويفضل على وضعه، كرسي جديد زي ما هو، كرسي الخرزان ما بيتغيرش، بيعيش بيستحمل مناخ جميع المناخ، شمس مطر، يحطه على البحر العوامل الجوية، يستحمل جميع العوامل الجوية. خشب بيجي منين؟ خشب البامبو بيجي استيراد من بره. طبعا انت بيجي خشب انت بتحرقوه عشان يطلع؟ لا، احنا مش بنحرقه، احنا بنشكله على النار، بيخش على النار. بيخش على مرحله التركيب. وبعد مرحله التركيب بيخش على مرحله الكلاش. ده قدامنا كده. تمام. بيوصل للمرحله النهائيه اللي هي دي. بيوصل للمرحله النهائيه، بنشكل بقى الدورانات الاشكال على شكل الكرسي ما احنا عايزين. يعني هو بيمر بمراحل. بيمر بمراحل. ثلاث مراحل اللي هي تركيب، كناش، تلميع في الاخر. كده يعني التركيب اللي هو الشاسيه اللي هو ده الشاسيه الدوران ده بيخش على التركيب على النار. انا شايفين هنا زي وصله كده. بيتجمع تجميع هنا، وبعد كده بتربط اللي هي مرحله الكناش اللي هي بتربط الربايط دي. ايوه. وبتشكل العيدان دي مرحله الكناش. طبعا بتدي له لون في الاخر ولا الالوان دي خلطه؟ لا، مش خلطة، هو الورنيش بتاعه يزهزهه بس. الورنيش بتاعه طبيعي. طيب. عشان يديك الخرزان الطبيعي. حاجة تانية يعني زي كده، ده ايه ده؟ ده الرتان. الرتان ده حاجة تانية غير البامبو؟ دي صناعة مصرية بقى. كله شغل مصري. مصر. الخامات مصرية. بتتكون من ايه ده؟ بتتكون من شاسيه حديد. حديد من تحت، شاسيه حديد من تحت. بيبقى شاسيه حديد. وبنرجع بعد كده، هو الحداد اللي بيشكل الكرسي، كان الشكل ده زي ما انت شايف او ده، او في اشكال تانية كتير برضو، كل اشكال الحديد برضو اللي هو ده. دي كلها طبعا في الاول حديد بنشكل حديد، بعد كده بنخش بالمادة التانية الرتان. دي كناش برضو، مرحلة الكناش اللي هي ايه شغل المرحلة الاخيرة. دي كام الطقم ده كله على بعضه؟ الاربع فوتيه بالترابيزه بيعمل 4500. غير الخرزان، الاربع كراسي خرزان اللي هو ده بيعمل 7500. الخرزان ده بيبقى تكلفته اعلى من الفتان. اللي هو ده؟ دي مرجعة رتان.
دي بقى بتتعمل ازاي؟ دي بتبقى شاسيه حديد برضو، بيخش مرحله الكناش بعد كده بنتلف، وبعد كده بنشكلوها الالوان اللي احنا عايزينها اللي هي مطلوبه اللي احنا محتاجينها. دي طبعا اقل حجما، اقل حجما دي الحجم ايه ده؟ طفل؟ طفله. دي اطفال، حجم اطفال، في حجم اللي هو الاشخاص اللي زي حضرتك. دي في حجم، في دي حجم تاني شباب. وفي وفي حجم تالت اللي هي ايه، فردين يقعدوا عليها بعضهم. طبعا هي دي يعني ما تستحملش حد للطفل. بس صح كده؟ هي تستحمل اوزان عامه، بس انا بتكلم على الحجم اللي انت على هي لسه بتحط لها شلت، فبعد الشلت ايه يا دوب الطفل يبقى قاعد عليها مرتاح. ما هو شخص كبير يقعد عليها مش هيرتاح، هو عشان حجمها صغير. يعني شايفين حديده وواصله هنا. بتبقى موصوره بالقعده بالثبت دي، يعني كده المرجعه كامله. قعده المروحه. دي قعده دي المرجعه كامله. دي سعرها وصل كام ده؟ اسعار المرجعه بتبدا من 2000 جنيه حاليا في الوقت اللي احنا طبعا فيه. طبعا احنا هنخش طبعا نشوف بقى المراحل اللي يعني عملت ازاي. الصناعة نفسها كده. هي مبدئيا الاول بتبدا ايه، المرحله الاولانيه لما بترجع بتيجي الاول بتيجي حديد، شاسيه حديد، الحداد بيشكله زي ما احنا عايزين المقاسات اللي احنا طالبينها، وبيرجع يخش دهان بعد كده بيندهن، وبيرجع بعد كده ايه يخش ايه مرحله اللف، بنداري الحديد عشان الشكل اي لون بقى اللي احنا محتاجينه بن ايه بنلف بيه، عشان خاطر تخش بعد كده المرحله الثانيه، المرحله الكناش اللي في الاخر اللي هو بيدينا شكل المرجحه من بره زي الشكل اللي حضرتك شفته، والشكل اللي هو بيعمله حاليا ده الشكل بقى النهائي. النهائي بعد كده بتحط له القعده بتاعته، القعده بالعمود بالثبت بيتعلق، بنحط له الشلته بتاعته، بتبقى شكل المرجحه في النهائي. طبعا زي ما احنا شايفين كده دي يعني المرجحه طبعا بمختلف الاعمار، انه تبدا من طفل شاب راجل كبير طبعا، لفردين مع جنبين بعض، فردين او في ازيد من فردين ولا لا؟ لا لا فردين بس، هي اخيره فردين بس. طبعا زي ما احنا شايفين دي المراحل بتاعت المرجحه. دي بقى الترابيزه، دي ركنه، ركنه صح؟ دي جايه صيانه، جايه صيانه، اعاده تدوير تاني هنعمله. ده كله هيتفور تاني، هيتشال ويتعمل له صيانه تاني، وتعدي من تاني من جديد، وترجع تاني ركنه جديده زي الاول. بشكرك، شكرا جزيلا. لا اتشرفت حضرتك. زي ما احنا يعني تابعنا معاكم صناعه البامبو، طيب من الصناعات القديمه جدا، صناعة القصور والأمراء والمناطق الساحلية طبعا. متابعينا متابعي موقع مصر في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعة والمشاهدة، شكرا.